وجب علينا الرجوع إلى سنوات مضت، أين سجل الميزان التجاري لبلادنا أرقاماً خيالية تجاوزت وارداتنا أكثر من 60 مليار دولار، ما وضع بلادنا أمام محك الاستدانة الخارجية، ما أدى إلى اللجوء إلى التمويل التقليدي الذي أثر سلباً على معدلات النمو الاقتصادي واستفحال معدلات التضخم. منذ سنة 2020، أي منذ انتخاب السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اعتمد مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على حوكمة وعقلنة سياسة الواردات من خلال الحد من الاستيراد العشوائي الذي لا ولن يخدم الاقتصاد الوطني محالة. وعلى هذا الأساس تم تكليف قطاعنا الوزاري بتأطير شق الواردات من خلال إجراءات وتدابير علمية وعملية من شأنها تحقيق معادلة توازن بين الاستيراد والإنتاج الوطني.